السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم أمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض إن شاء الله النهاردة في وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد، وإن شاء الله وصفتنا النهاردة تعجبكم جدا وتبقى غدوة شهية جدا جدا، نقوم بعد الحلقة نعملها إن شاء الله مع بعض. النهاردة هنعمل وصفة من الكبد والقوانص اللي دايما بتحيرنا، عندي كبد وقوانص أعمل بيها إيه؟ أشوحها كده ببصل؟ لا أحط عليها قرن فلفل حامي؟ طب أتصرف إزاي؟ طب أعمل إيه؟ النهاردة هنعمل صينية كبد وقوانص شهية جدا، ريحتها هتبقى جايبة آخر الدنيا، ومش بس كده ده احنا هنعمل خلطة فلفل على توم للكبد والقوانص، ونفس الخلطة دي هناخدها نعمل بيها شوية ملوخية عبقرية، وابقى كده عملت غدوة كاملة متكاملة، عملت الملوخية وعملت الكبد والقوانص، واعمل جنبيهم رز واحط عيش، اللي يتغمس بالعيش ماشي، اللي يتحط على الرز ماشي، وشكرا. وجبرنا النهاردة وغدينا الولاد وعملنا أحلى أكلة بأمر الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. المقادير بتاعتنا أنا عندي كيلو كبد وقوانص، فصل القوانص لوحدها والكبد لوحدها، وده أساسي معانا لأن القوانص هتاخد معايا كم خطوة دلوقتي الأول غير الكبدة. وبعد كده عندي حوالي بصلتين أو ثلاث بصلات مقطعهم كده جوليان اللي هو التقطيع الرفيع ده، ونفس الحكاية فلفل رومي، وعندي كمان قرن فلفل حامي وفلفل أحمر لو موجود عندك، لو ما عندكيش فلفل أحمر ممكن بداله فلفل رومي برضو أخضر عادي، ده اللي هيتضرب في الكبة مع التوم، ملوش دعوة بالتقطيعة دي، التقطيعة دي بتاعت الصينية. يعني معنى كده ان انا لو عندي فلفل رومي هعمل تقطيعتين، التقطيع الجوليان دي للصينيه والتقطيعه دي مع الثوم اللي هيتضربوا في الكبه مع قرن الفلفل الحامي. بعد كده التوابل بتاعتي عندي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره واي بهارات مشكله عندك، طبعا انا هستخدم بهارات ست الحبايب دي، كده الاساس بتاع الصينيه بتاعتنا. الطشه بقى اللي بنتكلم عليها فلفل احمر او فلفل رومي اخضر، ومعاه نص قرن يا دوبك فلفل حامي، ومعاهم حوالي كده خمس ست فصوص توم، هنزود التوم شويه، ودول هيتضربوا في الكبه لوحدهم، دول بقى اللي هيطعموا لي الصينيه بتاعتنا، الليله بتاعتنا كلها ليله الكبد والقوانص الجميله دي، الخليط بتاع الكبه هو اللي هيطعم لي الصينيه كلها. زي ما انتم شايفين المقادير بسم الله ما شاء الله سهله وبسيطه جدا، فلفل وبصل وتوم، فلفل بارد على فلفل حامي وتوم وبصل والكبد والقوانص، شوية توابل عندي في البيت، وعندي حلة بتغلي على النار علشان هدي القوانص نص سلقة، هتفرق جدا جدا معانا. اولا هتفرق في التسوية، مش هتخليني افضل اسوي كتير في الصينية وافضل اسوي كتير وافضل اقلب كتير في القوانص وافضل اديها مية لغاية ما تستوي، دي حاجة. الحاجة التانية هتخلي القوانص طرية، يعني الانسجة بتاعتها طرية ما تبقاش ناشفة معايا، فسلقة القوانص اللي في الاول دي ان شاء الله مهمة جدا. هنحط ايه في المية اللي هنسلق فيها القوانص؟ بسم الله. احط حوالي معلقه كبيره خل، نعلي اي زفاره وتديني ريحه حلوه جدا جدا لصينيه الكبد والقوانص بتاعتنا، وكمان لو عندك فلفل اسود حصى ده، بص هناخد كده كام واحده كده جوه الميه، بلاش بودر علشان هيغمق اللون، يعني الفلفل الاسود العادي بتاعنا ده لو حطيتيه دلوقتي في الميه هيغمق لي لون الميه فهيغمق لون القوانص، لكن لما بحط كده الحصى بيديني نفس الريحه الحلوه والطعم ويخلي القوانص ريحتها حلوه، وفي نفس الوقت ما يغمق ليش ولا لون الميه ولا يغمق لي القوانص. دلوقتي انا حطيت الخل وحطيت الفلفل الحصى، هعلي بقى كده درجه الحراره لان انا كنت مهدياها خالص، تغلي معايا كويس قوي، وبعدين نروح نازلين على طول بالقوانص. دي اول خطوه تعمليها واهم خطوه، تتسلق معانا تطلع زي ما بقول لك طريه جدا وتطلع ريحتها حلوه قوي، وتشتغلي فيها بقى بمنتهى الامان ان شاء الله. نجيب بس كده اي معلقه ويلا بينا. بسم الله. طبعا القوانص مغسوله كويس قوي، شايله منها اي دهون زياده، الدهن الزياده، ومخليها زي الفل، بصوا شكلها عسل اهي، تنزل بقى في الميه مخل والفلفل الاسود غلوتين اتنين، تطلع ريحتها بقى ايه، عسلين بقى، بصوا حتى لونها مع الخل بصوا ابتدى يبيض ازاي،
مهم جدا جدا الميه المخلي دي مع القوانص، حلوه قوي قوي، حتى الفلفل الاسود باين اهو. بصوا يا جماعه ما شاء الله لسه ما غليتش، بس شوفوا لونها عمل ازاي. بصوا ولا كانك مثلا ايه حاطه لبن في الميه، مش محتاجين بقى لبن هنا ولا حاجه، احنا حطينا الخل في الميه وخلاص اهو. شكلها كده يوحيلك كده بالنظافه بالريحه الحلوه. نسيبها بقى تغلي غلوتين على ما نعمل الدقه بتاعتنا او نعمل الخلطه اللي هطعم بيها الغدوه بتاعتي كلها النهارده، اللي هي زي ما قلت لك يا فلفل احمر يا فلفل اخضر وتوم، هنضربهم مع بعض. بسم الله كده هجيب الكبه، وممكن على فكره في الخلاط وتحطي نص كوبايه ميه مفيش اي مشكله خالص. هجيب التوم، بسم الله زي ما اتفقنا كده، ايه هنزود التوم شويه لان دي هتبقى اساس الخلطه بتاعتنا اهو. لو هنضربها في الخلاط يا منى لازم شويه ميه، شويه ميه صغيرين. بعد كده ننزل بالفلفل، انا عندي فلفل احمر فهنزل بالفلفل الاحمر مع التوم كده، وبعدين عندي قرن فلفل حامي هاخد كده منه حوالي نصه كده مع الخلطه دي اهو، وهسيب الباقي للصينيه نفسها. دي كده الخلطه اللي عندي اللي هضربها دلوقتي في الكبه، توم وفلفل احمر والبديل بتاعه فلفل رومي اخضر ونص قرن فلفل حامي، اهي زي ما استاذ احمد جايبها لنا كده. دي شكل الخلطه بتاعتنا سواء في الكبه او في الخلاط. هدي بس تقليبه كده للقوانص اهي، اي ما تغلي معانا اهي. عايزه اقول لكم يعني انا مش حاطه طبعا فيها ولا ملح ولا حاطه فيها اي توابل، لكن طول ما هي هتقعد تغلي الميه مع الخل عماله تديني ريحه ما شاء الله حلوه قوي. نسيبها بقى وتعالوا نضرب الخلطه دي في الكبه. بسم الله كده ويلا بينا. عايزه تاخد تقليبه عشان عايزين ننعمها، وعينك على القوانص علشان ما تفرش كده، ابتدت تشد معايا في الغليان. هنوطي بقى ايه النار شويه عشان ما تفرش مننا، ونقلب برده ما شاء الله عليها اهي. شوفوا الجمال، بصوا حلوه قوي كده. كده بقى تطلع لي اي ريحه زفاره منها في الميه دي، اي طعم مش عارف ايه في الميه، تطلع لك بقى القوانص كده اولا مستويه، انسجتها طريه وريحتها كمان في منتهى الجمال بالشكل ده. ندي بقى تقليبه كده. يا استاذه مها اهلا وسهلا. يا استاذه مها صباح الهنا. اهلا، ازيك يا مها عامله ايه؟ الحمد لله. والله ازيك انت يا شفاء؟ الحمد لله. وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. طيبه كده دايما كده يا رب، كده بصحه وعافيه يا رب. الله ان شاء الله. الله يخليك. تسلم ايدك على الكبد والقوانص الهايله دي ان شاء الله. يا رب يخليك يا مدام مها، ودايما منوراني كده على طول والله. الله يخليك، يا ربنا يخليك يا شفاء ويديك الصحه يا رب كده دايما. يا رب يخليك ليا، وما تحرمش من صوتك ابدا معانا يا مدام مها. الله يخليك يا ربنا يديك الصحه يا شفاء. تعيشي يا حبيبه قلبي. تعيشي. نورتيني يا حبيبتي. انا زودت شويه توم، الخلطه دي كل ما هيتزود فيها التوم كل ما هتدي طعم وريحه حلوه جدا. نكمل الضرب. لاحظوا ان انا فعلا محتاجه الخلطه تبقى ناعمه قوي. يلا نضرب تاني. بسم الله. بس كده حلو قوي زي الفل. تمام التمام اهي على ريحتها يا جماعه، ريحتها طالعه حلوه قوي. التوم مع الفلفل عاملين، لا عاملين شغل عالي، عاملين عظمه، عاملين يعني لوحدهم كده تحس ايه التوم والفلفل مضروبين مع بعض في حته كده لوحدهم، يعني مطلعين كده ميكس روايح جميله ما شاء الله. هنجيب بقى كده بوله ونفضي الخلطه الحلوه دي. بسم الله. كل ده القوانص عندنا بتغلي. نعم كده اهو. بصوا بقى الخلطه جميله ازاي،
نقول تاني الخلطه دي عشان في ناس امبارح كانت عماله تقول لي والنبي عيدي المقادير طول ما انت شغاله. اقول لهم انا يا بنتي ده انا اكتر حد بيعيد ويزيد في المقادير. الخلطه دي هي دي البطل بتاعنا النهارده، عباره عن فلفل احمر وتوم ونص قرن فلفل حامي. دي كده الخلطه اللي ضربناها في الخلاط في الكبه، وممكن نضربها في الخلاط وطلعتها بالشكل ده، وهي دي هتبقى البطل الاساسي بتاعنا. نقلب بقى كده القوانص، هي خلاص ابتدت تدخل في السوى اهي كده، بس حاضر اهي. يلا يا عم سيف، اتفضل يا عم سيف، عيد امجادك يا عم سيف. قال ايه بقى يا سيدي؟ انت عرفت يا استاذ احمد الموضوع ده؟ قال ايه بقى؟ الناس في الكومنتات، فين صفاره سيف في حلقه البسبوسه؟ والله فين صفاره سيف؟ قلت طب نروح احنا بقى، نروح احنا بقى، كفايه كفايه علينا بقى سيف وصفاره سيف. ايه يا جماعه، نمشي احنا طيب ولا ايه؟ ايه يا عم سيف، تعالى صفر، طيب تعالى تعالى اطبخ مكاننا. اه والله في حلقه البسبوسه فعلا بصيت لقيت كذا حد وكذا كومنت بيقولوا فين الجمال، في الجمال البسبوسه، فين الصفاره بتاعت سيف؟ بتقول ايه يا استاذ احمد؟ البسبوسه. الله يخليك، الف هنا وشفا، الف هنا. ادي كده صينيه بقى هنحطها كده تسخن عشان نبدا في ايه خطوات الصينيه بقى بتاعتنا. يبقى احنا عملنا خطوتين في خطوه واحنا واقفين مع بعض. اول حاجه حطيت القوانص تتسلق في ميه وخل وفلفل اسود حصى، دي اول خطوه. على ما ابتدت تغلي معايا كنت خدت فلفل احمر وخدت توم ونص قرن فلفل حامي، ضربتهم في الكبه على بعض وركنتها معايا. ابتدي بقى دلوقتي اشتغل في الصينيه نفسها. حطيت الصينيه على عين البوتاجاز على اعلى درجه حراره، وطبعا صينيه ينفع تتحط على البوتاجاز، خلي بالك ماشي. طيب لو انا عايز اعملها في حله ينفع؟ اه ينفع، مفيش مشكله، بس احنا بنقول الصينيه عشان لو قدمناها بالصينيه بيبقى شكلها حلو على السفره. اعمليها في حله عادي واغرفيها في اطباق، مفيش اي مشكله خالص يعني، يعني ده معانا وده معانا. انا قلت لك قبل كده انت حره في مطبخك، اعملي اللي انت عايزاه، انت ملكه في مطبخك. نجيب بقى ايه، معلقه كده حلوه، ونشوف هنبدا اولى خطوات الصينيه بقى العبقريه بتاعتنا ازاي. بسم الله. لو عندك بقى حته ليا ضاني هتديها برده طعم في منتهى الجمال، بس في ناس كتير اللي هي ايه ليا الضاني دي بالنسبه لها لا مش موجوده على طول او مش حباها. سمنه البلدي هنا برده تحفه التحف ما شاء الله في الخلطه دي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد سمنه، بسم الله كده، دي كده ايه معلقه سمنه كده محترمه، واحط عليها شويه زيت صغيرين اهو، يعني حوالي برضو ايه معلقة زيت كده. حاضر. ولازم تسخن قوي عشان انا دلوقتي هدي صدمة للكبدة بقى. الكبدة مش هسلقها، يعني الكبدة خلاص لا هي مش محتاجة ان هي تتسلق، فكل اللي هنعمله ان احنا هنديها صدمة كويس قوي اول ما تنزل في السمنة والزيت تقفش على بعضها على طول ما تتهريش مني. ونكلم ام مازن. يا ام مازن اهلا وسهلا. صباح الفل يا هلو. صباح السعادة يا ام مازن، عاملة ايه؟ الحمد لله على السلامة يا حاجة. الله يسلمك حبيبة قلبي، يسمع من بوقك ربنا يا أم مازن ويكتب لنا الحج يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين جماعة يا رب، اللهم آمين يا حبيبتي. يا رب. انتي عاملة ايه؟ كفالة وحشاني والله. الله يسلمك. والحاجات الريحة اللي أنا شماها عندي دي. ولسه أنت شفتي حاجة؟ ده لسه دلوقتي هتشوفي شوية روايح بقى، يعني ربنا يعيننا كلنا عليها. فكرينا بكل حاجه حلوه والله، كل حاجه حضرتك بتعمليها. الله يخليكي، الله يخليكي. وانت عارفه ان رأي حضرتك مجروح يا حبيبتي، انت حبيبتي من زمان. تسلمي يا ام مازن، تسلمي لي حبيبتي. يا حبيبتي يسلموا ايديك. الله يخليكي، نورتيني يا ام مازن حبيبه قلبي. يلا بينا. إيه انا كل ده مستنيه ان زي ما قلت لكم السمنه والزيت لازم تسخن كويس قوي عشان ندي الكبده صدمه. بسم الله. ننزل بقى كده. ايوه نزليها كده، ايه فرديها كده في كل حته كده بس، ومش هنقلبها دلوقتي، يعني انا هسيبها تاخد صدمه جامده واللون يغير من تحت. وخلي بالك
لو ما خدتش الصدمه صح هتلزق، فهسيبها لغايه ما تاخد اللون كويس وتاخد صدمتها كويس عشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بمنتهى السهوله. خلي بالك من النقطه دي. وعلى الناحيه الثانيه القوانص خلاص اتسلقت وبقت زي الفل. عايزين بقى ايه؟ نشيلها من الميه عشان تبقى جاهزه معانا على طول للعمليه. نجيب مصفى نقلب كده القوانص بس خلاص كده. بصوا بقى، بصوا شكل القوانص فين. سيف تعالى يا عم سيف، تعالى تعالى. وعايزين نقول لمينا كل سنة وانت طيب يا مينا، واحلى عيد، كل سنة وانت طيب. نشيل بقى القوانص كده نحطها في المصفى. بسم الله، يا سلام على ريحتها الجميلة اهي. وطبعا الميه اللي اتسلقت فيها دي، شكرا، دي بقى لمت لي كل الروائح، كل الاطعمه الغير مستحبه، فالميه دي كده شكرا ليها، مش محتاجينها تاني. نشيل بس كده القوانص كلها. اوعي واحده تفلت منك كده ولا كده، اهي زي الفل. شوفي بقى كده. وبعدين لازم انزل على القوانص في المصفى شويه ميه نظيفه، ده لازم. يعني نجيب ميه، بسم الله، بصوا كده. طبعا انت بقى ايه تحت الحنفيه بقى في الحوض تحطي المصفى كده وتروحي شاطفه القوانص وخلاص بقت زي الفل. بصوا قشطه، بس كده وخلاص كده، هي كده خلصت معايا كده. دلوقتي شغلنا كله بقى هيبقى في الصينيه نفسها مع الكبده. عايزين بس نجيب حاجه نمسك بيها الصينيه. طبعا الالومنيا، طبعا. عارف ليه بقى مش اسمها يا استاذ احمد اكتر حاجه بتسخن؟ اسمها جيده التوصيل للحراره. الالومنيوم دايما جيد التوصيل للحراره، علشان كده. لا نكمل بقى معلومه استاذ احمد. عشان كده دايما بقول لكم انجح كيكه ممكن تعمليها اعمليها في الصينيه الالومنيوم. التوزيع بتاع الحراره للصينيه الالومنيوم هو اللي يسوي لك الكيكه صح، حتى لو فرن البوتاجاز بتاعك توزيع الحراره بتاعه مش مظبوط، الصينيه الالومنيوم هي اللي هتوزع الحراره. يعني في ناس كانت بتستغرب، معقوله يا شيف هلا انت بتقولي كده على الالومنيوم؟ طبعا بقول كده ونص وثلاث ارباع كمان. يعني بصوا بقى ملز ايه ليه بقى؟ لان لما نزلت بيها كانت السمنه والزيت سخنين جدا، فعشان كده ما لزقتش اهي، خدت الصدمه الحلوه بتاعتها وما لزقتش. مش هقدر اكمل اي خطوات لغايه ما الاقي لون الكبده كله اتغير. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره في الصينيه. يعني طول ما لسه فيها حتت لونها محمر كده ما بيضتش كلها، لا مش هكمل اي شغل ولا اي حاجه. قولي يا جماعه فوطه عدله يا جماعه، انتوا عارفين انا بتاعت الكلام ده؟ فين الفوط الحلوه اللي احنا جايبينها؟ يلا. انا ما اعرفش انا ايه ده، ايه ده بق البطوط ده بالظبط. والله انا دي النيلي تلعب بيه ده، مش احنا، احنا مش فاكرين الكلام ده خالص. يعني اهي ابتدت ايه، ابتدت لونها يغير اهي. محتاجه بقى ايه؟ رشه فلفل اسود كده عليها حلوه، رشه بسيطه كده تديها برضو ريحه حلوه اهي كده، هنا كده بس كده. ونقلب تاني برضو تقليبه برضو حلوه كده، ما شاء الله عليها. بصوا ماشي، ادي اللون ابتدى يتغير. عايز ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عملت لك ايه ام عمر؟ قول لي بس عملتي له ايه يا حاجه؟ الراجل هينتحر من فوق. يلا بينا. بصوا بقى انتوا شايفين بقى ايه دلوقتي؟ ما بقاش فيه حتت لونها احمر، الكبده كلها اهي لونها غير صح يا استاذ احمد؟ اهي بصوا كلها لونها ابتدى يغير معايا. هنجيب القوانص نصفيها بقى كويس كده وهنحطها معاها، وكده بقى عندي الاساس بتاعي الكبد والقوانص زي الفل. القوانص واخده ثلاث ارباع سلقه، يعني هتكمل بقيه تسويتها مع الكبده في قلب الصينيه. والكبده خدت صدمه صح، عمرها ما هتتهري مني ابدا وانا شغاله. بصوا بقى كده
شوف الجمال. يلا اصبري عليا اصبري عليا يا حاجه، في ايه؟ بصوا بقى كده، هوسع كده. ليه بقى؟ ليه يا استاذ احمد وانت بقى مركز معانا في الوصفه وعجباك قوي؟ ليه بقى عملنا كده؟ اه ما انت شفتني وانا رايحه اجيبها انا اهو. بصوا ناخد كده منها معلقتين كده ونقلب، ومن هنا هتبدا معانا رحله روايح فظيعه بقى كده اهو. نقلب بالشكل ده كده، وهي بقى بتتقلب كده اخر حاجه هحطها قبل ما نطلع الفاصل على طول. هاخد الاول بقيه القرن الحامي، الاوانس بتحب قوي الفلفل الحامي، روح اي نص قرن فلفل حامي قرن فلفل حامي بديها ريحه في منتهى الجمال. فهنزل بيه كده وهنزل بالبصل، بصوا كده، وهفضل بقى اقلب فيها لغايه ما انتوا هتطلعوا فاصل وهترجعوا لي نكمل بقى الصينيه الرهيبه بتاعتنا دي مع بعض النهارده ان شاء الله. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. والله يا جماعه يعني نفسي تسمعوا مخرجنا وهو بيدلع في مصورنا يعني، وانا واقفه في امانه الله كده الاقيه بيقول يلا يا سفاسيفو دلوقتي، يلا يا منامينو منامينو سفاسيفو. يعني عايزه اقول لكم انا دايما بعرف المخرج بيشد في شعره، المخرج على طول بيزعق يا عم خش يا عم اعمل، لا هو سفاسيفو يا منامينو، يعني مش عارفه في ايه، اطبخ انا ازاي كده في وسط اللف الكتير اللي موجوده دي، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ان شاء الله. تعالوا بقى انا عايزه اسالكم سؤال، هي الروائح الحلوه اللي طالعه دي طالعه من اذا كنا احنا لسه ما تبلناش، امال لما نتبل الريحه هتبقى عامله ازاي؟ الريحه الحلوه اللي طالعه دي لما تعمليها في البيت عندك هتقولي انا لسه ما تبلتش بس الريحه شهيه قوي. ده بقى يا ستي عشان الخلطه اللي عملناها في الاول، التوم والفلفل اللي ضربناها مع بعض والقوانص اللي اتسلقت الاول في ميه وخل فطلعت ريحتها حلوه، وبعد كده الفلفل الحامي اللي حطيناه مع بعض، كل ده مديني ميكس روايح عسل. هنا دلوقتي الصينيه اسمعوا ناشفه، بصوا الصوت ده معناها ان هي ناشفه محتاجه سوائل، السوائل دي هديها لها من طماطمتين مبشورين، هروح حطهم كده عليها وفي نفس الوقت هدوها تسكيره 100 100، ونقلب بسم الله، كل ده لسه ما تبلناش، نقلب كده، وبعدين تعالوا بقى نروح نازلين بالفلفل، هو كمان بقى ايه ياخد حظه معاهم كده، وشويه من الفلفل الاحمر اللي كنا ضاربينه في الكبه ناخد منه شويه كده، هيدي برده لون وشكل حلو قوي معانا. وبعد كده هنروح بقى ايه مقلبين كل ده. لقيتي غطا يا ام عمر؟ نسيتي صح؟ بصوا نقلب كده كده، وتعالوا بقى نتبل. طبعا لو في غطا للصينيه هيكون افضل يعني. هنتبل بايه بقى يا ستي؟ ادي ملح، نحط كده شويه ملح حلوين، احنا ما حطيناش اي حاجه من الاول خالص، فده كده اول واخر. لا مش هينفعوا دول يا ام عمر، دول صغيرين. خلاص لو ما فيش غطا قد الصينيه مش مشكله، انا حطيت ملح وفلفل، وادي كمان شويه كمون كده بسم الله، وادي شويه كزبره، وهناخد كمان شويه من اي بهارات مشكله عندك، انا هحط بهارات ست الحبايب، طبعا نزلتها لكم قبل كده كذا مره وقلت لك دي كنز عندك في البيت، دي لازم بهارات ست الحبايب دي تركبيها على ايديكي ولازم تكون موجوده عندك في البيت. قلبي بقى كده، بصوا الصينيه هتبتدي الوانها الحلوه تبان معانا، الله اكبر عليها، بصوا بقى كده كمان كمان كمان، تقليب حلو تقليبه حلوه كده بالشكل ده اهي كده. وبعد كده بقى يا جماعه احنا خدنا من الخلطه اللي عملناها في الكبه في الاول خالص معلقه في الاول خالص اللي هي كانت مع الكبده والقناصه وهي بتتشوح، دي كانت اول حاجه. هاجي بقى دلوقتي بعد ما عملت كل الجمال ده
وبعد ما الروائح ابتدت تطلع وتبلت وقلبت كل حاجه، انا الاول بس ملاحظه ان برضو الصينيه لسه ناشفه شويه، يعني حتى الطماطم المبشوره اللي حطيتها ما ادتنيش الا سوائل اللي انا عايزاها، فهزود شويه ميه سخنين علشان الصينيه سخنه عشان تفضل الكبد والقوانص طريه. شويه ميه يعني معدل كده حوالي نص كوبايه مش اكتر من كده، انا بس مش عايزه الصينيه تبقى ناشفه. قولي لي يا منى مين معانا؟ يا رباب اهلا وسهلا. يا رباب ازيك؟ يا حبيبتي انت اللي ازيك وعامله ايه؟ ازيك انت يا قلبي عامله ايه؟ وحلويات البسبوسه وجمالها. شفتي البسبوسه كانت عامله ازاي؟ لا دي خطيره خطيره حبيبه قلبي. لا وبحاجات اقتصاديه خالص طالعه رهيبه. بشويه ميه ولا حطينا ولا لبن ولا زبادي ولا لبن ولا القصص دي خالص. دي بتاعت لولي بس. الله يخليك يا رباب دايما. ربنا يخليك يا حبيبتي ودايما دايما حاجتك كده في الذاكره. يا رب يخليك يا حبيبتي. والله انا زي ما بقول لك انت الزمن الجميل. يا نهار ابيض يا ناس على الكلام ده، اروح فين انا في الكلام الحلو ده؟ لا بجد والله يا حبيبه قلبي. الله يخليك. انت الزمن الجميل. الله يخليك. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا يا رب. وتشوفي بقى ان شاء الله صينيه الكبد والقوانص دي ان شاء الله هتعجبك وهتعجبكم جدا يا جماعه بامر الله. بصوا بقى اخر حاجه احطها عليها، ولو عندك غطا تروحي مغطياها وموطيه النار وتسيبيها. اخر حاجه معلقه من الخلطه، احنا في الاول حطينا معلقه شوحناها ابتدت ريحتها تهدى شويه او مفعولها يهدى شويه مع كل التشويح اللي عملناه. اجي بقى في الاخر دلوقتي واروح واخده معلقه كمان حطها على الوش كده بالميه الحلوه اللي نازله من الفلفل دي اهي. بس يا ست الحبايب وتقليبه، بصوا المنظر عامل ازاي. استاذ احمد مدلع علينا الصينيه اخر دلع، طبعا مش عمال يدلع في المصورين، يدلع علينا في الصينيه كمان بقى. طبعا بص الشكل الصينيه والالوان بتاعه الخضار عامله ازاي وطعمها وريحتها هتعجبكم جدا ان شاء الله. هنا بقى زي ما قلت لك انا كده خلصتها، هوطي النار وتغطي الصينيه بغطا، للاسف انا نسيت اجيب غطا على قد الصينيه، وتسيبيها بس كده تاخد وتدي كده شويه مع نفسها تبقى حكايه بقى. تاخديها تقدمي الصينيه نفسها تحطيها كده شويه عيش ورز ابيض وعيش وشويه سلطه بقى بطاطس محمره، وعملت احلى غدوه. انا بقى النهارده هعمل جنبها، انا هوطي شويه كده واسيبها كده تاخد وتدي كده على نار هاديه، هعمل جنبها ملوخيه بنفس الطشه اللي عملناها في الكبه. ننزل بالمقادير. المقادير بتاعتنا عندي ملوخيه سواء جايباها طازه او جايباها او اكياس مفرزه، وعندي ثوم وطماطميه هزودها بس على الخلطه بتاعت الثوم، وشويه شوربه او لو ما عندكيش هنستعمل الميه عادي جدا، ميه معقوله ميه في الملوخيه. ايوه لان الطشه اللي انا عاملاها مش هتخليكي تحتاجي شوربه. ازاي بقى هنعمل ايه؟ بنفس طشه الكبد والقوانص، عشان كده بقولك اكلتنا النهارده لايقه على بعضها جدا. هجيب حله كده احطها على النار، وعايزين سمنه، بصوا كده احنا عايزين توم يا جماعه، هاتوا لنا توم، وعايزين ايه؟ عايزين معلقه، وهننزل بالسمنه. بسم الله، معلقه سمنه كده صغيره لان انا لسه هاخد سمنه للطشه. استنوا بس الحله تسخن بس كويس على ما نروح ندي تقليبه للكبد والقوانص. يلا بينا. طبعا اول ما بنيجي الناحيه دي الروايح بتعلى اكتر واكتر. بصوا خلاص كده هي عسل، عارفه اللي بتقولي طابت وطلبت الاكال، هي دي. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها اهي. انا مهديه النار وكل شويه نديها كده ايه تقليبه حلوه كده. بالظبط تمام كده. ادي كده هنا السمنه عندي ابتدت تسخن وزي الفل. هعمل ايه بقى؟ انا كان عندي هنا الطشه بتاعه الثوم، الثوم والفلفل اللي احنا عملناها اصلا للكبد والقوانص، هاخد منها بسم الله معلقتين كبار كده اشوحهم مع السمنه كده بالشكل ده، وبرده هتشمي الروايح تشويح كده، واحضر جنبي هنا
ميه او شوربه، يعني عندك شوربه ماشي، ما عندكيش شوربه وهتطشيها بالميه برده ماشي، مفيش مشكله خالص. على الريحه يا جماعه، يا نهار ابيض على الجمال، بسم الله ما شاء الله. اشوحها كده وبعدين انزل عليها بميه او شوربه زي ما قلت لك كده، ومش هزود لغايه ما احط الملوخيه واشوف محتاجه قد ايه. بصوا بقى تقليبه كده، الفلفل والثوم هيدوا طعم للملوخيه حكايه. وهروح جايبه يا دوبك بس طماطمايه صغيره، اروح على طول بشراها في الكبه دي اللي هتدي بقى تسكيره حلوه قوي قوي للملوخيه. تعالوا بقى كده نضربها، بسم الله. يعدل بس الكبه، ايه يا قمر زعلانه ليه؟ شويه روايح طالعه يا جماعه يمين وشمال، يعني عارفه اللي هو اروح فين انا في وسط الروايح دي. يلا بينا. ناخد لها شويه شوربه، شويه صغنطتين خالص كده نمشي الدنيا. الطماطم الطماطم المبشوره، بس تبقى مبشوره ناعمه، على الملوخيه بتديها تسكيره حلوه قوي. يعني عارفه لما ساعات نقول لك حطي شويه سكر، لا، انت لو بشرتي طماطميه ناعمه وحطيتيها جوه الشوربه دي كفايه بتدي طعم الملوخيه حلو قوي. يلا بينا، بسم الله. الحته اللي ما اتضربتش دي شكرا، هي غضبانه مننا. ماشي، بصي بقى اروح واخده كده ايه شويه الطماطم اللي كام حته اللي اتضربوا دول بالشوربه، احطهم كده على الشوربه بتاعه الملوخيه. بس كده عايزين نشيل كل ده، نجيب ده هنا نوسع لينا بقى. دلوقتي بقى انا مش هنزل الملوخيه في الشوربه غير لما الشوربه تكون بتقطع نفسها من الغليان، وده اساسي معانا. ادي الملوخيه هنا اهي، ونجيب بقى طاسه حلوه كده للطشه. بسم الله، زي ما احنا على البوتاجاز ده يا استاذ احمد، ولا تحب ننقل؟ ها، زي ما انت عايز. ماشي، يلا بينا. صينيه الكبده هو دي تاخد راحتها؟ انت عايزه تاخد راحتها اكتر من كده؟ عارفين مثلا كانه ايه سايب لها الصالون ونقعد احنا في الانتريه. يلا، ما هي الصينية كده خلاص، يعني هي كده بسم الله ما شاء الله، الصينية كده تقليبة حلوة وهنطفي عليها على طول. بصوا اهي، عسل يا جماعة، عسل، حتى نص كوباية المية السخنة اللي حطيناه شربتها وركزت كده وبقت ألوانها بصوا عاملة ازاي، جميلة وطعمها روعة، شهية جدا جدا إن شاء الله. نهدي النار شوية كمان وتعالوا نروح نعمل الملوخية. عايزين نجيب مضرب، ماشي كده، ونجيب ايه تاني، ونجيب معلقة، نستعد بقى ايه لأحلى شوية ملوخية ان شاء الله. يلا بينا. ادي الشوربة، بصوا الشوربة بقى بتغلي ازاي اهي. الطشة دي اللي احنا عملناها دي لوحدها دي هتطلع لك شوية ملوخية حكاية، زي ما بقول لك حتى لو ما عندكيش شوربه. انزلي بقى كده، بسم الله كده، وكسريها كده، لان طبعا الملوخيه بتبقى قفشه في بعضها كده. افضل كده اكسر فيها وههدي عليها النار، يعني في الاول خالص كانت النار عاليه لغايه ما الشوربه تغلي كويس قوي. اول ما نزل الملوخيه او بلغه ست الحبايب نسقط فيها الملوخيه، نهدي النار ونخلي الملوخيه تفك جوه الشوربه براحتها اهو بالشكل ده. ويلا اعملوا حسابكم بقى في عيش طري من الفرن حالا، عشان الملوخيه والكبد والقوانص دول هيتغمسوا بعيش حكايه، او حتى رز ابيض تحفه ما شاء الله عليهم. بصوا الملوخيه ابتدت تظهر ازاي اهو، بالنظر بالنظر يا ست اسراء، الشوربه والملوخيه اهم تجانسوا مع بعض وفكت اهي. عفوا، اي خدمه، انا بحب اسيح.
بنتي حبيبتي اسيح لك زي ما انا عايزه والا بنتي. وطبعا الست منا يعني تسيح عالمي. وانا مالي يا لمي، فين الكبشه فين اهي. تعالوا نشوف كده القوام. بسم الله. طب افرزي وانت بتعمليها كده مثلا ايه تقيله عادي، زودي شويه شوربه. طب خفت مني، احنا اتفقنا قبل كده وعرفنا نعالجها ازاي. اخد شويه بشويه احطهم في مصفى سلك، انزل الشوربه زياده والتفل ارجعه في الحله تاني. وعملناها عملي مع بعض وعرفنا ان دي طريقه معالجه الملوخيه لا قدر الله لو بقت صيصه منك او ميايت منك، يعني ميتها بقت كتيره. هنا كده بصوا انا بالنسبه لي انا حاسه انها تقيله شويه، هعمل ايه بمنتهى البساطه؟ روح مزوده شويه شوربه بس اهو وقلبي. ولازم تعملي الحركه دي، الحركه دي بتدخل الهواء جوه الملوخيه تخلي الخضار بتاعها يلعلع اكتر واكتر، وفي نفس الوقت يبقى قوامها ناعم. بصوا اهي كده، والطاسه هنا سخنت قوي 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 قوي. بس كده نهدي النار وبردنا الطاسه اهو، حركه سهله جدا جدا. ونروح مرجعينها تاني وهيا بنا نعمل احلى طشه للملوخيه. بسم الله. يبقى بنفس الخلطه اللي انا عملتها في الكبه، الثوم والفلفل، عملت احلى شويه ملوخيه وكمان طعمت بيها الكبد والقوانص بتاعتي. وانا واقفه زي ما انا، وادي الثوم مديله كده ايه تحميصه حلوه قبل ما ننزل بالكزبره. نجيب الكزبره ونيجي يلا. برضو انت يا بنتي، برضو انت يا بنتي، بعيدي عني يا بنتي. بصوا اهو كده سر الصنعه بقى في طشه الملوخيه، معلقه صغيره زيت تدي لمعه للملوخيه وتخلي قوامها يفضل ثابت. بصوا انا بحمص التومه الاول قبل ما انزل بالكزبره اهو كده. يلا يا استاذ احمد عشان انا هخطفك خطفه جامده دلوقتي، خلي بالك. ادي الكزبره. ماشي، هم امنين نفسهم يعني. ماشي يا باشا، يلا بينا على طول على طول. بسم الله، تقليبه 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 ويلا بينا الاحلى شويه ملوخيه. الله الله الله، ما لحقتش اخطفك. برافو 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 والله. انا بس ايه، عارفين اللي هو كنت عايز اخطفه، بس طبعا ده مخرجنا الكبير يعني. بصوا بصوا شكل الملوخيه ولا كلمه، والريحه اللي طالعه برده ولا كلمه. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ ادي الملوخيه بتاعتنا، ما تقلبيهاش بعد الطشه، سيبيها كده شويه. انا على فكره طافيه النار، هي بتغلي دلوقتي بفعل درجه حراره الملوخيه مع درجه حراره الطشه نفسها. يلا هاتوا العيش وتعالوا. وادي كمان الكبد والقوانص بتاعتنا جاهزه. ادي كده الغدا بتاعنا النهارده يا جماعه. الله الله، الروايح زي ما بقول لكم يمين وشمال، اروح منها فين بس. مينا عمال، طبعا مينا فطر يعني، خلاص بقى راجع من العيد فطر، ف خلاص بقى يا استاذ احمد بدله الظابط. دلوقتي بقى نطلع فاصل ونرجع نغرف الاكل الحلو بتاعنا ده. اطلعوا على ريحه الغدوه الحلوه دي وارجعوا لي برده ان شاء الله على ريحه الغدوه الحلوه دي. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اكلتنا النهارده او اكلتنا النهارده، عايزاك ان شاء الله بعد الحلقه على طول تقومي بقى تعملي الاكله الحلوه دي كامله كده زي ما احنا عاملينها مع بعض. تعالوا نغرف الملوخيه الاول. بسم الله. بصوا شوفوا باين حتت الفلفل على الطماطم المبشوره، شويه ملوخيه عسل. نهار ابيض على الريحه اللي طالعه وهي بتتغرف كده يا جماعه، تحفه. ادي الملوخيه بتاعتنا. وبعد كده نجيب الصينيه، وزي ما قلت لكم كده النهارده صينيه الكبد والقوانص دي هتتحط على السفره كده بحالها، هنلمع الحروف بس وخلاص. بسم الله. ان هي شكلها كده بصراحه شهي جدا. استاذ احمد جوه الملوخيه بس هو مش فاضلنا دلوقتي. ادي كده الحروف بس بتاعتها، وهي والله ولا محتاجه حروف ولا حاجه، شكلها مغري كده زي ما هي كده بس اهي.
وهنقدم معاها بقى المخللات وادي العيش والرز الابيض. الرز الابيض اكتر حاجه هتليق جدا مع اكلتنا النهارده دي بامر الله. وادي الرز كده وادي عيش كمان، عيش طازه من الفرن بقى، وعيشوا بقى. والف هنا وشفاء ليكم جميعا. عملنا مع بعض النهارده صينيه الكبد والقوانص، عرفنا ازاي تسويه القوانص تبقى بتسويه الكبده بالظبط وتبقى ريحتها حلوه وطعمها كمان حلو جدا. عملنا خلطه خدنا منها للكبد والقوانص وخدنا منها طعمنا كمان الملوخيه، والنتيجه ان كانت سفره لايقه على بعضها جدا جدا. والف هنا وشفاء لكل حبايبنا. ايوه 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 يا عم، عشان لما يغيب يوم الناس بتسال عليه، ليه حق. شكرا يا سيف، والله دايما بتفرحنا، والحلقه اللي سيف بيبقى موجود فيها سفرته هي فعلا فعلا بتفرحنا وبتفرق معانا جدا، والله بتحسسنا ببهجه الاكل كده. اطلعوا فاصل بقى وارجعوا لنا ان شاء الله نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى في الفقره بتاعتنا نرحب بضيفنا اللي موجود النهارده معانا، اللي هو دايما دايما اول ما بيشوفني لازم نتخانق مع بعض، لازم حته هو وهي، لا هي وهو. حته انت بتهتمي بالستات اكتر، ده طبيعي، انت سبت لك انت ان انت تهتم بالرجاله اكتر، وسبت لك انت ان انت تعرف الرجاله يعني ايه، ان التخسيس دلوقتي مش مجرد شكل او مش مجرد ناحيه جماليه للستات. كل ده عملوا ضيفنا وعمل طفره في مجال التخسيس، وخلى الرجاله والستات زي بعض يهتموا بالظبط بموضوع التخسيس، لان هو لفت نظرنا ان الصحه اولا، خسوا عشان صحتكم اولا، بعد كده في المرحله الثانيه يجي بقى الشكل، تيجي الفورمه، فورمه الساحل، فورمه الصيف، احنا داخلين على الصيف طبعا. عرفتوا كده معايا مين النهارده؟ معايا اخويا الصغير، معايا ابني، معايا خبير التغذيه العالمي كريم اكرم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ خناقه عن خناقه تفرق يا شيف. لا ما انت دايما بندخل مع بعض خناقات على طول، دايما في خناقات وحشه وفي خناقات حلوه. انا بحب خناقتي معاكي، بحس ان هي خناقه فكاهيه جدا. وعلى فكره انا في الاول خالص كنت بتكلم مع الستات بس، انا اللي دخلت الرجاله في الموضوع، دخلت الرجاله الموضوع، لان انا كنت اكتشفت ان الرجاله دايما بيبقى في حاجز كده ما بينها وما بين ان هي تقول انا عايزه اخس او انا عايزه اهتم بنفسي، او يعتبروه ايه، لا دي ما تنفعش مع كان مع تحدي مع الرجاله، يعني يقول لك لا لا التخسيس والكلام ده سيبوه للستات. بالظبط كده. فكان تحدي بيني وبين نفسي ان انا اخلي الراجل يتعامل في الموضوع دوت زيه زي الست بالظبط، عادي جدا ان احنا لازم نهتم بنفسنا، وان احنا لازم نهتم بشكلنا ومنطقه الكرش وصحتنا. وده كان هدف عندي والحمد لله عرفنا نوصل له. بس انا في الاساس كنت بكلم الستات. انت دلوقتي بعد كده شايفه ان انا بكلم الرجاله، بكلم الستات اصلا في الاساس. بعد كده الرجاله بقى ايه، حبايبنا برضو اللي كانوا فين وجولنا. اكيد اكيد والله، طبعا بنحييهم كلهم طبعا. وبعدين انا عرفت منك ان في رجاله بتتصل عشان مراتاتهم، كتير ده لازم نحييهم طبعا، يعني برافو عليهم. ده دول بقى رجاله اصلا، دول بقى على الاصل دور، دول اللي هو عارف انت يهتم بمراته. والنبي ما في احلى من على حق. والله ما في احلى من دي هديه اصلا. هديه انا في الاول وفي الاخر بجيب لك هديه، دي مش بقى مفيده مثلا، دي مش هتبسطك، دي هديه هتغير من حياتك اساسا، من حياتك بشكل عام. يعني تخيلي ان هو بيجيب لك حاجه في شهر واحد هتحولك، تخليكي من بني ادمه لبني ادمه، من صحه لصحه. المهم النهارده انا جايب لك حاجه انا مبسوط قوي بيها، لان انا جايب لك عرض، مبسوط ان الناس النهارده في اكتر من حافز في بوكس النهارده، الناس تقدر تاخد الخطوه منه. حلو. يعني انا مسميه النهارده بوكس الساعه. بوكس الساعه، اوعى تكون اللي في بالي. ايه اللي في بالي؟ اكيد اللي في بالي. اوعى تكون مسميه بوكس الساعه علشان مثلا هو هيكون مدته ساعه او العرض مثلا ساعه، اوعى بجد والله. والله. طب لساعه ايه يا كريم؟ ما انا هفهمك بقى. هو الموضوع صعب شويه. ابتدت الخناقه. لا لا هقول لك. الخناقه بقى دلوقتي واخده مجال تاني. بوكس الساعه انا كان عندي هدف، يعني عندي هدفين في بوكس الساعه، ليه سميته بوكس الساعه الهدفين؟ اول هدف هو فعلا زي ما حضرتك قلتي ان في حاجات في بوكس النهارده هتبقى الاول ساعه بس. تاني حاجه ان كلمه بوكس الساعه او عرض الساعه دي بتلفت انتباه المشاهد ان هنا في حاجه. تعالى بقى، لا استنى نقف. هنا تقريبا بقى في حاجه حلوه، في هدايا حلوه، في خصم حلو. حتى تلاقيها دايما في لو ما بنيجي نعمل شوبينج عرض الساعه، عرض الساعه. فانا عملته للسببين دول. هو ممكن اللي هو يعني كريم قصده برضو عرض ساعه، اللي هو ايه، عرض اليوم او العرض. أيوة. اللي هو بتاع دلوقتي، ما يتفوتش. اللي ما يتفوتش، حاجه ما يتفوتش، نلحقه دلوقتي. يعني ده الغرض من الكلمه.
زائد موضوع لمده ساعه. اكيد كريم حاطط مثلا فيه هدايا معينه. أيوة. لمده ساعه. قبل ما يقول لنا على الهدايا وقبل ما الساعه تبدا، انا اعتبر انها لسه ما بداتش. بدات يا فندم؟ لا ما بداتش. ماشي اتفضل. هنستنى شويه. هخليها بعد ما نقفل على طول. اول ما نقفل يلا يا جماعه نلحق دلوقتي على طول. عايزين نهتم بصحتنا، عايزين نهتم بشكلنا. داخلين على الصيف، داخلين على خروجات، على مناسبات كتير جدا. محتاجه اجيب فساتين لقريه فتحت بنت خاله عمه مش عارف مين، بنت خالي التانيه مش عارف كانت بتتابع. المناسبات اللي جايه كتير قوي. اه ما هو هو ناس كتير قوي كلنا دلوقتي عندنا خطوبه، عندنا فرح، عندنا كريم. اه طبعا. وغير كده وكده كل السفريات، يعني مجرد ما الامتحانات بقيه الامتحانات تخلص كله هيسافر. سفر ده يعني انا عايزه اجيب هدوم مناسبه للسفر. طيب. عايزه تبقى صحتي كويسه، اعرف اتحرك وانا مسافره. عايزه اخدم ولادي، اخدم نفسي، عايزه يبقى شكلي حلو كده في الرحله. احنا ما بنسافرش غير يمكن من السنه للسنه. كل ده يا جماعه فعلا ينطبق عليه كلمه عرض الساعه، اللي هو كل ده احنا محتاجينه النهارده. كلمه سر النهارده. عندنا ارقام التليفونات على الشاشه. الساعه لسه ما ابتديتش تسمعوش كلامه، انا هقول لكم على فكره. انا عايز اقول لك ان اعمل لك مفاجاه، اعمل لك مفاجاه كبيره جدا والله. اه والله. طب يعني انا جايب لك عرض على فكره لحد 12 بالليل كمان. طيب امال ايه عرض الساعه بقى يا كريم؟ ده زياده لحبايبك قوي، يعني للي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا. هدايا زياده؟ زياده والله. طب ما احنا اولى يعني بجد والله. لو في اي هدايا زياده احنا اولى يعني بيها. النهارده في خصم 50% لحد الساعه 12 بالليل. ماشي حلو. في خصم 55% لمده ساعه. لمده ساعه يعني زودت لك 5% لاول ساعه. طيب. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ برضو نلحق ال 5% الزياده دي. يا الله. احنا برضو اولى بيها. ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب. اتصلنا على اي رقم وما جمعوش معايا ما تسكتيش، ما تقعديش تحطي ايدك على خدك طول الارقام ما بتجمعش. خشي على طول على الواتساب على اي رقم من دول واكتبي على طول يا جماعه انا عايزه عرض الساعه. هتلاقي الفريق الطبي على طول بيتواصل معاكي. مش بس كده، كمان عندك الصفحه، صفحه الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي على الشاشه. ادخلوا على صفحه الفيسبوك على طول في الرسائل او اي كومنت تحت بوست النهارده واكتبي على طول عرض الساعه. الهدايا الزياده وال 5% فوق ال 50% الخصم احنا اولى بيهم. انا جايب لك النهارده نسيبهم ليه؟ لمده ساعه خصم 55% على ايه بقى؟ ما هو على ايه؟ على منتجين بس، كبسولات ومالتي فيتامين. حلو. كبسولات وكبسولات المالتي فيتامين دول باخد عليهم خصم 55%، يعني بدفع من قيمتهم 45% بس. طب اي حاجه دلوقتي يا كريم هتقولها هي ببلاش، يعني مثلا وليكن يعني نقول مثلا 4 أمبولات حرق. ده مثلا ولا حقيقي؟ لا ده حقيقي بجد والله. والله النهارده جايب لنا 4 أمبولات حرق يا كريم لمده ساعه. 4 أمبولات حرق مجانا. هاخد كل اسبوع أمبول، هنزل في الشهر من 15 كيلو لفيما فوق لمده ساعه. 4 أمبولات حرق لمده ساعه ببلاش. توصيل ببلاش، توصيل مجانا لجميع المحافظات زي ما احنا متعودين. للاسف ابتديت اقتنع بموضوع الساعه لسبب، عشان 4 أمبولات حرق. انا بقولها لكم دايما ان انبوله الحرق الوحيده بندوخ عليها بره، ده كمان الانبولات اللي معانا هي التركيز الاعلى. انبوله الحرق دي جباره، يعني بتدخل الجسم بتدمر الدهون بمعنى الكلمه. بتخلي الجسم في مكنة حرق. فانتوا تخيلوا النهارده مش معانا انبوله ولا اتنين، احنا معانا 4 أمبولات حرق هديه مجانيه لمده ساعه. كل اسبوع الشحن مجانا والمتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. يبقى احنا كده في خلال الساعه دي، لا دي ساعه دي عارفين ساعه الحظ، هي دي النهارده كده ساعه الحظ. عامل لك بوكس الساعه. لمده ساعه جايب يعني العرض ممدد معانا لحد الساعه 12 بالليل، ده خصم 50%. الهدايا لا، بس العرض بقى لمده ساعه ايه؟ كبسولات وكبسولات المالتي فيتامين دول باخد عليهم خصم 55%، فانا خدت خصم 5% زياده. تمام. اضافي مع اني معايا 4 أمبول حرق ببلاش لمده ساعه في بوكس الساعه. ممكن نزودهم، بس هو بوكس الساعه دي انا مش هغيرها. يعني مش نغير اسم بوكس الساعه، يعني عجبني فكره زي ما انت ما قلت يا شيف ان بوكس الساعه دي اللي هو بتحس ان هي عرض اليوم، الفرصه. صحيح. الحافز الاقوى. مع انه مرخص من وزاره الصحه. يعني نحط تحتها 1000 خط، بوكس بتاعنا النهارده مرخص من وزاره الصحه. ضغط، سكر، غده، تكيسات، مشاكل عظام، امن لكل الحالات الصحيه. 15 سنه عند 14 13 من اول سن البلوغ لحد سن ال 70 سنه، بوكس الساعه مناسب لكل الناس، رجاله والستات ولكل الاعمار، لكل الحالات الصحيه، مرخص، مفيش اثار جانبيه. بنزل 15 كيلو في الشهر.
فيما اعلى. بوكس بتاعنا بيكفيني 30 يوم. عبد الوهاب طب عايزين ننزل بس الصفحه تاني، صفحه الفيسبوك تاني، تنزل لنا مع ارقام التليفونات اهي قدامكم. صوروا يا جماعه الصفحه وصوروا ارقام التليفونات، ولا تاخدوا ارقام تانية من بره ولا تدخلوا على اي صفحه تانية. دي الصفحه الوحيده والرسميه اللي ادخل عليها، ودي الارقام الوحيده والرسميه اللي اطلب منها ونلحق على طول عرض الساعه. عرض الساعه في اربع امبولات حرق جايين هديه مجانيه لمده ساعه. الخصم هيبقى 55% برضو لمدة ساعة. بعد الساعة دي مفيش أمبولات حرق صح؟ بس في خصم 50%. بس والخصم 50 بس. طب ما احنا أولى بالأمبولات الحرق طبعا. يعني احنا ما هو انا عامل ده، ما انا قلت لك انا في اول فقره خالص قلت لك ايه، انا عامل اكتر من حافز في بوكس الساعه. صحيح دي حقيقة. الحافز ده انا يعني لمسته في ايه، وبالذات في ناسك دايما هم عايزين يبقوا، عايزين العرض يبقى كويس جدا جدا، وكله بيتكلم عن التخسيس واقتصادي واقتصادي جدا، سعره اقتصادي جدا على قد جيوبنا وعلى قد ايدينا، بالذات احنا خارجين من مصاريف بتبقى يعني مهوله. فعايزين حاجه نقدر حافز بقى ناخد بها على العرض وناخد الخطوه. جربنا حاجات كتير قبل كده ما جابتش معانا نتيجه مرضيه، فيلا نجرب. بس لما يلا نجرب عايز الاقي بقى متابعه مجانا، توصيل ببلاش، عايز الاقي ان معايا هدايا كتير، معايا خصم كبير في اكتر من حافز. طبعا فكره انه مرخص من وزاره الصحه غير كده من خلال الشيف هاله، ودي المصداقيه كلها طبعا. ده حبايبي يعني احنا مش هنقدم لكم اي حاجه، وزي ما انتم شايفين على مدار السنين واحنا مع بعض حالات كتير قوي كان بيتقال عليها بره حالات مستحيله وحالات صعبه، ولا انت استحاله تخسوا، ده انت عندك مشكله صحيه معينه. كل ده بفضل الله وبامر الله خسوا معانا بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. وكمان كريم زي ما قلت لكم عمل طفره في عالم التخسيس وضم لينا الشباب. والله يا شفاله بجد، والله العظيم ده ما كلام، انا ما بحبش اصلا اتكلم بالطريقه دي، بس والله العظيم الشفاله انت من اكتر الناس اللي ساهمت في ان الناس تصدقني وان الناس تثق فيا، وبالذات كمان الموضوع لما جينا نتعامل تحول للرجاله ان احنا نكلم الرجاله مع الستات كمان. فانت لا ده انت اكتر حد في الدنيا ساعدني تقريبا في الموضوع ده. وده كريم يا جماعه دايما بقول لكم شهادتي فيه مجروحه، يعني بقول لكم هو فعلا هو ابني، هو اخويا الصغير سنين واحنا مع بعض من اول حلقه يا كريم، من سنين السنين. انا لغايه النهارده عندي حلقه معاكي لازم من قبلها بحضر، لازم من قبلها ببقى وبتجيب لي احلى عروض ببقى جاي كده وهادي. دي حقيقه، وببقى جاي هادي كده وحالتي النفسيه جميله. ليه؟ لان انا عارف ان في النهارده حلقه بجد هي للناس، وناس مستنيانا بالظبط، او مستنيه مننا كل حاجه جميله بالزبط. وكل حاجه كويسه، وانا كده كده كمان ناسك بتحب تعرف المكونات بتعمل ايه. احنا معانا كبسولات بقى ومالتي فيتامين هنشرحهم، والاربعه امبول حرق هنشرحهم، بس احنا حبينا نقول لك بوكس الساعه كامل عشان خاطر ما يفوتكيش العرض، عشان خاطر بالظبط الناس اللي بتقول الارقام مشغوله يا جماعه والخدمه الواتساب ببلاش. بس ده لو رقم مشغول، طب مشغول جربي رقم تاني. بس انا بقول لك ان كمان متضاف خدمه الواتساب تقدري تبعتي عليها كلمه السر وهي بوكس الساعه. عرض الساعه النهارده انا مجرد ما ابعت الرساله انا حجزته. هو ده الفكره النهارده بس. نبعت رساله على الواتساب، نتصل على الرقم، لو 1000 لو 1000 متصل نبعت على الصفحه، لو 1000 متصل يا شيف في الساعه بتاعت العرض النهارده خلال الساعه هياخدوا العرض كامل. عشان كده ما رضيتش بقى اخليها اول 100 متصل 200. انتوا عارفين دلوقتي وانتوا قاعدين كده لو بعتي على الواتساب انت خلاص حجزتي، محدش ليه حاجه عندك. تعالوا ناخد ناخد شاديه على التليفون. لا شادي؟ شاديه 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 يا شاديه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شاديه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس الحمد لله. اتفضلي تحت امرك. هو معاكي. ازيك يا دكتوره؟ ازي حضرتك؟ انا الحمد لله. كنت عايزه اسال، انا والدتي 62 سنه طولت العمر ليها يا رب. امين يا رب ربنا يكرمك. وعندها خشونه جامده قوي في رجلها، والدكتور قال لها لازم تخسي ضروري. انا عرفت عندها خشونه على طول في رجلها، يبقى الدكتور قال لها انت لازم تخسي. وهي عيني مش بتعرف يعني تمشي يعني على مواعيد في الاكل، وتقول لها كل ده ما تعرفش تعمل، ما تعرفش. جربت قبل كده دايت، جربت اساليب قبل كده ما جابتش معاها نتيجه مرضيه. هي ما بتعرفش تتحرم من الاكل نهائي. حلو قوي. ما تقلقيش، بص انا ما تقلقيش، هو بوكس النهارده زي ما قلت لك هو بيسد لك الشهيه، فانا بعمل لك تكميم طبيعي للمعده، ده اساسا ده رقم واحد. فما تقلقش من فكره الاكل، انت هتاكلي كل الاصناف اللي هي عايزاها بس بكميات اقل، وده طبعا اللي الكبسولات هتعمله، وهشرح لك دلوقتي بالتفصيل. بس انا عايز اقول لك برده من خلال وانت معانا قبل ما تتصلي بالفريق الطبي،
طبعا طبعا بشكرك، بس انا اللي عاجبني قوي قوي اللي انت قلتيه زي ما كنا بنقول انا والشيف دلوقتي، هو الموضوع له علاقه بالصحه قبل اي حاجه. صحيح. يعني انت دلوقتي راحت للدكتور العظام عشان عندها خشونه، قال لها انت لازم تخسي. فرقم واحد كده ايه، احنا عايزين نخس عشان صحتنا مش عشان حاجه. احنا بنمرض بعد الشر عن كل السامعين يا رب بسبب الدهون المتراكمه اللي في جسمنا وبسبب الزياده اللي بتقابلنا في الوزن. فاحنا دلوقتي انا ما بجيش اقدم لك كورس وخلاص، لا انا بجيب لك متابعه وبجيب لك توعيه ضد مخاطر السمنه، وحتى الشفاله كمان بتناشد بده كل شويه، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صح حركتك. صح. مش لازم تروح للدكتوره او للدكتور ولازم هو اللي يناشد فيكي انك تخسي او انك تخس. خد الخطوه، خد التجربه، ما نستناش. مش هلاقي اكتر من فرصه ان انا معايا خصم 55% واربع امبولات حرق. انت مبسوطه بالاربع امبولات طبعا حرق. طبعا هي يعني احنا مثلا لما بوكس او عرض بينزل فيه امبوله او اتنين بتبقى فرحه الدنيا، لما حتى بنلاقيها بره وبرده ما بنلاقيهاش بالتركيز اللي موجود معانا. فتخيلوا النهارده اربع امبولات حرق هديه مجانيه يا جماعه، يعني هو كريم عشان كده ما اتكلمش اول ما بيقول اربع امبولات حرق بس في خلال الساعه، قلت الراجل ده معاه حق، يعني هو فعلا معاه حق. طبعا الاربعه لوحدهم شوفوا هتشتروهم من بره بكام. يعني انا كان هدفي ان الامبولات كل اسبوع ناخد امبول خلال الشهر، انا البوكس بتاعي بينزلني 15 كيلو في الشهر فيما اعلى، فانا كل هدفي ان اخد امبول كل اسبوع عشان اخلي جسمي ماكينه حرق. طب الامبولات دي بتعمل ايه؟ طب انا بخاف من الحقن. طب بتخاف من الحقن؟ بنفضيه على كوبايه عصير او على كوبايه ميه، بيعمل معايا نفس النتيجه اكني خدته حقنه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الامبولات بتعمل ايه بقى؟ الامبولات بتزود لي معدل الحرق في الجسم، بزود معدل الحرق بحرق اللي انا هدخله. تاني حاجه بتعملها الامبول وهي بتحرق لي اللي متخزن، فانا بحرق الدهون المتراكمه اللي في جسمي اصلا، بتساعد في تفتيت الدهون، فانا ممكن انزل فوق ال 15 كيلو 16 و17 وده حصل بالفعل. بس انت ليه ما قلتش 17؟ انا بقول لك اللي انا متاكد منه، يعني انا مش هينفع ب 14 كيلو دي بقى مستحيل. احنا 15 كيلو فيما اعلى، نزلت 16 خير وبركه، نزلت 17 اللهم صل على النبي، 15 ونص تمام. بيبقى على حسب استجابه الجسم والسن والحاله بالزبط. الصحيه بس اللي انا اقصده ان انا بقول لك هننزل 15 كيلو فيما اعلى مش اقل من ده. عشان كده انا بقول لك اللي بالظبط. بس فالامبول بتحرق الدهون اللي في جسمي، بتساعد الكبسولات في حرق الدهون المتخزنه، زائد انه بيحرق بيزود لي معدل الحرق في الجسم، بالذات بالذات مريض الغده والضغط والسكر ونقص فيتامين د بنبقى محتاجين نزود لهم معدل حرقهم في الجسم، والناس برضو اللي بتعاني من السمنه المفرطه اللي ما بتتحركش ببقى محتاج ازود معدل الحرق. فدي الامبولات كده احنا قلنا مهامها هما اتنين بس، زياده معدل حرق وحرق الدهون. بخاف من الحقن، كوبايه عصير او على كوبايه ميه اكني خدتها حقنه. طب بتعمل نفس النتيجه وكفاءه؟ عادي عادي جدا، عادي خالص. يعني كل اسبوع افضي امبوله على نص كوبايه ميه نص كوبايه عصير واشربها خلاص كاني خدت الحقنه. عادي جدا بالظبط. لو بخاف من الحقن ده بالنسبه للاربع امبول حرق اللي هم في عرض الساعه. طيب تيجي نشوف صور قبل وبعد كده؟ يا سلام. يلا بينا نشوف صور قبل وبعد. دي الناس دي الناس اللي خدت القرار اقوياء جدا جدا. بص مثلا يعني عبد الوهاب بديلك برضو بالعنصر الرجالي. طبعا طبعا احنا بنحييه وكفايه ان هو خد القرار. الست كده كده بتخلي بالها من نفسها، والست بتخلي بالها من صحتها وبتخلي بالها من وزنها، فالراجل بيبقى محتاج حافز ويصدق انه عادي ان انا اخس وعادي ان انا الاقي بوكس بسعره اقتصادي واخده وانزل عليه ويكون امن ومرخص من وزاره الصحه. لا انا عايز اقول لك حاجه كمان مهمه جدا يا جماعه، احنا كلنا متساويين في الاهتمام بالصحه، طب برضو كلنا متساويين في اهتمام بالشكل، ايه المشكله ان الراجل يهتم بشكله؟ بجد ده طبعا يعني طبعًا. يعني ايه المشكله؟ اصل في ناس تقول لك ايه ماشي لا، او مثلا هو يبقى محرج يقول لك لا يا جماعه اصل انا محتاج الكرسي ده عشان مثلا انزل منطقه البطن. طب افرض انت عايز تهتم بشكلك، ايه المشكله؟ اطلع دلوقتي نبقى بنطلع الصيف دلوقتي كلنا هنولول الصدمه والله هنولول رجاله وستات. يعني مثلا الحاله دي زي ما احنا شايفين كده يا كريم كان في كذا مشكله، كان عنده سمنه مفرطه وعنده مشكله كبيره جدا في منطقه البطن الكرش. انا عايز اقول لك ان هو واخد الكبسوله بتاعت النهارده، الكبسوله بتاعت النهارده مدعمه، كبسوله النهارده جديده كمان قويه جدا جدا. فدي بقى يا جماعه اللي انا عايز اقوله لكم بقى ان من ضمن مراحل الكبسوله الجديده اصلا حرق دهون الكرش بالذات، فباين في الصوره معانا ان منطقه البطن ما فيش دهون اصلا فيها. انا هاجي للكبسولات بس عايز اقول على كبسوله المالتي فيتامين اللي معايا النهارده في البوكس. كبسوله المالتي فيتامين هي مش محتاجه، يعني هي مجموعه فيتامينز الجسم محتاجها. طب انت حطيتها ليه النهارده؟ انا حطيتها للناس اللي سابوا ان البوكس مرخص من وزاره الصحه، اللي سابوا ان انا قلت ان مفيش اي اثار جانبيه. أيوة. اللي سابوا ان انا قلت انه مناسب للضغط والسكر والغده والتكيسات ومشاكل العظام فهو امن لكل حالات صحيه. للناس اللي بتفضل كده عارفه انت، الناس اللي في لغايه الاخر برضو انا قلقانه سنه اثار جانبيه. جبت لكم النهارده معايا المالتي فيتامينز، معايا كبسولات ولا كلمه بقى ولا كلمه اللي هو مفيش
يعني بقى بل بالعكس ده انا بقى مش هخليكي بقى تنزلي في الوزن بس، لا ده انا هقوي لك شعرك وهعمل لك نضاره للبشره وهخليكي دلوقتي حاسه ان انت مرتاحه ومبسوطه وعندك طاقه كده، وهقوي لك ضوافرك، وانا عارف ان انتوا بتهتموا بالموضوع ده جدا. اه طبعا، وبقدر انا الموضوع ده. اللي بتكون بتخس وتحس ان ضوافرها بتتقطم، اصل الضوافر دي بيقعدوا يربوا فيها. اه والله يعني وبيعملوا يعني معاها، لا دول بيعملوا قصص بقى صرفوا عليها وليمون وكده يعني انا طبعا بره القصه دي، انا ما كانش تيجي على اللحم. أيوة ما استريحش والله العظيم. ايوه ده طبيعي، طبيعي يكسب. فاللي هو المالتي فيتامين انا كان هدفي من كبسوله المالتي فيتامين جدا. ما جبت لي اهو، عارف ليه؟ مفيش حجه يعني، علشان بس حاجه مهمه جدا، عشان لما تخسي اللي يبصي في وشي كده يقول لك طب تصدقي بالله لا نزلت انت خسيتي وحلويتي بصحتك. اه انت لما خسيتي احلويتي، مفيش هالات سودا تحت عينيكي، مفيش الوش اللي رفع، ومفيش الصفار اللي في البشره، مفيش رعشه في الايدين. في مالتي فيتامين النهارده بيعوض الجسم عن اي حاجه فقدها. اه للقلقان ده للقلقان. وعلى فكره كبسوله المالتي فيتامين اللي معانا النهارده في البوكس والله العظيم ده بجد هي غاليه جدا. النهارده احنا منزلينها بخصم 55% مع الكبسولات اصلا لمده ساعه. لمده ساعه 55% خصم لمده ساعه، بعد ساعه يبقى 50%. اربع امبولات حرق جايين النهارده على الكورس بتاعنا هديه مجانيه لمده ساعه، بعد الساعه مفيش امبولات. والتوصيل مجانا والمتابعه مجانا ده لحد عشان بالليل. عشان خاطري حاولوا تلحقوا في خلال الساعه. عايزاكم تستفيدوا بالخصم الاكبر، عايزاكم تستفيدوا بالاربع امبولات حرق اللي موجودين معانا النهارده. تعالوا نشوف صوره ثانيه. فاكره انا عامل لك مفاجاه. طب تعالى نشوف الصور الاول، نخلص صور بعدين نشوف المفاجاه. يلا بص بقى القمريه دي. إيه رأيك؟ بصوا بقى يا جماعه لو خدنا بالنا برضو في الكبسولات النحت ونحتت. ايوه يعني بصوا الفرق بين هنا وهنا، تعرفوا يعني ايه نحتت بالظبط، يعني ايه الجسم اتنحت، يعني ايه بقى. نبص على منطقه البطن والجناب. شايفين بقى حاطين ايديها في وسطها ازاي؟ ثقه وفرحه. هو لو بقى ما كانش فيه نحت كانتش هتحط ايديها في جنبها. صحيح. ليه؟ عشان كان هيبين الجناب. ما هو النحت دوت اللي بيخلي ما فيش جناب، بيخلي شكل الجسم متبروز. فالكبسولات بتاعتنا النهارده المدعمه بتعمل اللي احنا شايفينه دلوقتي، هي سدت شهيتها وحرقت لها الدهون المتراكمه في منطقه البطن والارداف والجناب وايا يكن بتشتكي من ايه، نحتت لها القوام، ثبتت لها الوزن بعد النزول، يعني حتى كمان ثبات الوزن مش هنحتاج كرسي تثبيت. الكبسوله بتاعت النهارده مدعمه بثبات الوزن، نزلت 15 كيلو 16 كيلو مش هرجع جرام لسببين. الكبسوله مدعمه بثبات الوزن، السبب الثاني ان كممت لك المعده في حجم معدتك صغر رجع لحجمه الطبيعي، فانا خلصت خلاص الكبسولات والعرض بتاعي ونزلت 15 كيلو هرجع اكل كما اتعودت خلال الشهر، لان معدتي رجعت صغرت تاني. صح. لان انا مليتها لك باعشاب طبيعيه والياف طبيعيه بتتحرق بشكل سريع فبتصغر لي معدتي. بحس بالشبع بدري، فانا معدتي بتصغر يوم عن يوم لمده 30 يوم. فالصوره اللي كانت معانا هي بتقول كل حاجه في الكبسوله. صحيح. سد الشهيه يعني ايه؟ ودايما الناس بتسال هو سد الشهيه هو سد النفس. كلمه سد النفس اصلا دي لوحدها مش حلوه، يعني سد النفس دي ان انا نفسي ما تروحش على الاكل وعلى الحلويات اللي انت ولا حتى قادر تبص له، زي مثلا يكون حد عنده برد في معدته. فمش طايق الاكل ولا طايق ده سد النفس. ده لا قدر الله ده سد النفس. انا كده مش بخسسك، انا كده بكممك بقى، انا بخنقك. سد الشهيه اللي اول تقليل من الشهيه، يعني اكل كل حاجه ونفسي رايحه لكل حاجه وشم ريحه الاكل حلوه ومستطعمه الاكل وكل حاجه، بس وانا قاعده باكل مثلا صينيه الكبد والقوانص دي بالطريقه اللي عملناها بالخلطه الفظيعه اللي عملناها النهارده دي، بدل ما احطها قدامي. بتاكل صينيه كبد وقوانص لوحدك؟ والله دي صينيه كبد وقوانص لوحدك. بقول لك ايه، بالخلطه دي احطها قدامك مش هتحس ننسفها. انت اكلت قد ايه غير لو قمت لقيت الصينيه فاضيه، وانت بتيجي تغمس كده تلاقي الصينيه فضيت او العيش خلص. او العيش خلص ونكمل بالمعلقه. فكلمه سد الشهيه، بدل ما اقوم بالصينيه دي لا هبص الاقي نفسي كلت يا دوبك نص رغيف كده ولقيت نفسي شبعت، بس شبعانه ايه بقى؟ ده الفرق، ان انا شبعان طبيعي، انا حاسه بالشبع. ليه؟ لان انا مليت لك اصلا معدتك. انا في الاساس اساسا الكبسولات مليت لك معدتك بنسبه 80% باعشاب والياف طبيعيه بتتحرق بشكل سريع. مليتها لك بنسبه اعشاب والياف طبيعيه بنسبة 80%، فانا بالتالي سبت لك 20%. تاكلي الكبد والقوانص زي ما انت عايزه، بس بدل ما كنت بتاكلي طبق رز بقيتي بتاكلي ربع طبق رز، بدل رغيفين عيش ربع رغيف عيش بلدي، وانت مبسوطه وراضيه وشبعانه. صحيح. وده مثال يطبق على اي صنف، فده سد الشهيه غير سد النفس. تاني الكبسولات بتعمل حرق الدهون المتراكمه اللي في جسمي، ال 15 كيلو هنزلهم، وبالذات المنطقه اللي بشتكي منها كرش ارداف جناب دراعات هي المناطق اللي بشتكي منها. تالت حاجه زياده معدل الحرق في الجسم، ده بالذات اللي بيعاني من مشكله الغده والضغط والسكر ونقص الفيتامين د، الكبسوله بتزود لي معدل الحرق في الجسم عشان احرق حتى ال 20% اللي هدخله. غير كده نحت قوام،
شايف هالة دلوقتي بتحب نحت القوام قوي، بتحب في الظهر نحت القوام. اه بيبان قوي، وبعدين على فكره ده اللي كمان ايه بيصغر في السن طبعا. اه يعني مش مجرد خست مثلا وبيخلي الجسم زي ما هو الخس واحدة واحدة، لا يعني بيرجع الجسم ايه على اصوله. هو ده بتخلي الخس ما يبانش انه كان تخين اصلا. ايوه صح، واساسا هو كده تقريبا من يوم ما عرفناه. بس احنا ما كناش نعرف مثلا تخن فجاه وخس فجاه، فالنحت ده مهم جدا. الكبسولات بتنحت برضو القوام، الكبسولات بتثبت لي الوزن بعد النزول، مش هحتاج كرسي تثبيت. قلت السببين اللي هو معدتي رجعت لحجمها الطبيعي، زائد ان الكبسوله مدعمه ثبات الوزن. الكبسولات بتحرق لمنطقه الكرش بالذات، كبسوله النهارده اصعب منطقه، اصعب منطقه رجاله بقى وستات وشباب وبنات، اصعب منطقه في نزولها بالناس المنطقه بتعاني في نزولها منطقه البطن دي. شكوى الناس اصلا كبسوله النهارده مدعمه، غير انها بتحرق الدهون المتراكمه اصلا، بتحرق الكرش نهائي، بتنسفه. حلو قوي. المرحله اللي بتعملها الكبسولات بقى كمان تنظيم عمليه الهضم. للناس اللي بتعاني من مشاكل في معدتها، بنظم عمليه الهضم عشان خاطر اخلي كل حاجه تشتغل على كفاءه بنسبه 100%. في الوقت لو كان في مشكله في الهضم فكده كده البطن بتبقى عاليه شويه بالزبط. في انتفاخ شويه ولا حاجه، فده برضو ايه مع انتظام عمليه الهضم مفيش انتفاخ، فده بيساعد على ان برضو منطقه البطن تنزل اكتر واكتر. حلويات بتذاكر من ورايا. ايوه امال ايه يا باشا، امال ايه تلمستك. يا رب يخليك ليا يا رب. تعالى ناخد علياء على التليفون. يا سلام يا علياء، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا كيف يا لولو، عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله، تسلم ايدك. تسلمي لي يا قمر. تعالي كلي معايا كبد وقونس النهارده وملوخيه. يا ريت. انا بحب اكل حضرتك جدا، بنفذه. ربنا يخليكي عليا، انت نورتينا يا قمر. ربنا يخليكي. اكلم يا استاذ كريم. عينيا معاكي. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه دايما يا رب. بص يا استاذ كريم، انا مشكلتي نفس اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه دلوقتي، موضوع البطن بالقولون. عندك مشكله اصلا انت بقى على طول، وعندي عسر هضم كتير باستمرار. ده اللي بنتكلم، ده اللي احنا كنا لسه حالا بنقوله. صح. وسبحان الله الكبسوله بتاعتنا بتنظم لنا عمليه الهضم عشان خاطر ما نحسش باي تعب في معدتنا. فده حلو جدا. وزن كبير قوي، يعني وزن 130 يعني. لا ولا يهمك، فكره الوزن دي كده كده الفريق الطبي بينسقع معاكي، وهننزل قد ايه في قد ايه وبتظبط. انتوا كده كده في الاول وفي الاخر اثناء المتابعه بتبقوا اصحاب اساسا يعني. حد والله ده بجد يعني، فانا مش عايزك تقلقي من ده، لان العامل النفسي اهم شيء. سيبك خالص من الرقم، انت 130 دي سيبك منها، المهم ايه. انا كنت متردده، بس انا يعني في حد جاب الكورس والحمد لله ما شاء الله خست عليه حوالي 40 كيلو. الحمد لله. مع حضرتك ماشي مع حضرتك فتره والحمد لله، فانا يعني قلت اخد الخطوه بقى كمان. ده شرف ليا، ده شرف ليا. وانا عايز اقول لك والله بجد، سيبك من خالص من رقمك على الميزان دلوقتي، ركزي على ايه بقى؟ رقمك على الميزان كمان شهر. يا ريت. ركزي على الميزان كمان شهر، يعني بص على الميزان كمان شهر، لما يعني تلاقي يعني نفسك 115 تطلع الميزان من دماغها. طلع من دماغ خالص. عشان بقى عايزه اقول لك على حاجه، واكيد يعني انت عارفه كده، في ستات عندها جنون الميزان. يا الله، كل نص ساعه او ايه شيف. انا كل شويه كل يومين اوزن. لا زبت كيلو كل يومين ايه. انا اعرف ناس حاطينه في الصاله، وطول ما هي رايحه وهي جايه تطلع على الميزان. ده فعلا والله. كل خمس دقايق تطلع على الميزان. اعمل كده، رايحه جايه اوزن او زدت بالظبط، زدت 100 جرام، انا خسيت 50 جرام. انا زدت 200 جرام. ده مش انسي بقى كل ده خالص، انا اللي بقول لك اهو كده كده. اركنيه خالص. النهارده بوكس الساعه، بوكس الساعه بيتميز بانه مرخص وزاره الصحه بالخصم اللي عليه السعر الاقتصادي. بتاخدي خصم اضافي النهارده 5% زياده، 55% الاول ساعه على كبسولات وعلى علبه كبسولات، وعلى علبه كبسولات برضو مالتي فيتامين. وهتاخدي كل اللي بقوله لك دلوقتي ببلاش، 4 أمبول حرق ببلاش مجانا، ده لمده ساعه، مع ان التوصيل ببلاش والمتابعه كمان مجانيه من اول يوم لاخر يوم. وسيبي بقى الميزان خالص، بص عليه زي النهارده الشهر الجاي. وعايزه يا جماعه اقول لكم برضو حاجه مهمه جدا، زي علياء كده اللي عنده اي مشكله بيفكر فيها، ما تفكروش لوحدكم، الفريق الطبي مستنيكم تفكروا معاه ويفكر معاكم ويوصلكم للحل المثالي ان شاء الله. علياء سمعت عرض الساعه جريت تلحق. يا جماعه زي ما بقول لكم والله، سيبوا بس رساله على الواتساب دلوقتي، ادخلوا على الصفحه بتاعت الفيسبوك وسيبوا اي حاجه سواء ولا ده لو الارقام مشغوله، ما احنا سايبين ارقام كتير اهو. لو الارقام ادخلوا اتصلوا دلوقتي على طول، الصفحه هي قدامكم والارقام قدامكم. ما تنسوش لمده ساعه، في خلال الساعه دي عندنا فوق الكرسي في 4 أمبولات حرق هديه مجانيه، مش هيكونوا موجودين بعد الساعه. وكمان عندنا الخصم 55%، هيقل الخصم ده بعد ساعه، يعني الساعه اللي كريم بيقولها لنا النهارده دي هي ساعه حظ بجد للامبولات وللخصم الكبير. ودايما ما تنسوش ان الشحن مجانا لجميع المحافظات، شحن مجانا لغايه باب البيت، ومتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى
طول فترة الكورس إن شاء الله. بإذن شكرا الله. يا كريم أنا بشكرك يا شيف، يا رب الناس تنبسط. وكنت عايز أعمل لك مفاجأة حلوة كده، قولي. وأقول لك إن عرض الساعة اللي هو الأول ساعة، هو إحنا هنسميه خلاص بوكس الساعة، دي كلمة السر، ماشي، بس هنمده ساعتين كمان. الله عليك، والله يعني خلتني بص انا عماله اقول للناس الحقوا الحقوا، بس برضو ده مش معناه طبعا ان انتوا ايه لا تستنوا شويه، لا الحقوا برضو على طول. لو النبي احنا لو لقينا الكميه بتنفذ قوي هنلاقينا ملناش علاقه، هيمنتجوا الكلمه دي. طب ملهاش علاقه بينا. لا ان شاء الله ان شاء الله نلحق. يا رب يكون ده حافز بوكس الساعه الناس تكون انبسطت بيه ان شاء الله. واتمنى يا رب ان ناخد خصم يليق بينا اللي هو 55% مع الاربع امبول حرق اللي انت مبسوطه بيهم دول ببلاش. واللي بيخافوا من الحقن يطمنوا على العصير او ميه. دول لوحدهم بمبلغ وقدره يا كريم طبعا، يعني دول لوحدهم بكام بره يعني. ووعد من كريم دي ما بتحصلش، 15 كيلو في الشهر فيما فوق مش اقل. ماشي، اشكرك يا كريم، نورتني. اشكرك يا رب يخليك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير ان كان لينا عمر ان شاء الله في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر. سلام عليكم، ونكتب بقى الكلمه.